صديق الإنسان كل أسد أو عضو من تحالف نوتش كان أسد فريد من نوعه، يعني ميتي لونج كان مشهور بجسمه الضخم، أما جريمس بقى فكان بوشه المتهجم والغضبان على طول ولبدته الشقراء الجميلة، ورون كان بعدوانيته وشرسته، وسيزر كان بحجمه الكبير، لدرجة إن في إشاعة بتقول إن سيزر هو أكبر أسد مشي برجله على أراضي المسايمارة. لكن في رأيي المتواضع إن فعلا القصة الجميلة كانت بين نوتش الأب ونوتش الابن أو نوتش تو. كلنا عارفين يا اساطير ان نوتش حط خطة عبقرية علشان يبدأ تحالف جديد مع ابنائه علشان يستعيد ملكه وعرشه، وانه من اوائل الاسود اللي دخلت في تحالفات مع ابنائها علشان المصلحة، وانه بالخطة الخبيثة اللي حطها دي ما استعادش ملكه بس، لا ده حكم اراضي اكتر بكتير وعاش اكتر من الاسود اللي في نفس عمره. نوتش مات وهو عنده 13 سنة تقريبا، ودي حاجة استثنائية في عالم الاسود البرية زي ما احنا عارفين كلنا. نوتش بقى لما مات ساب ابنائه الخمسه مسؤولين عن منطقه ضخمه، وفي سنه 2013 كانوا بيحكموا خمس قطعان اناث مختلفه. نوتش 2 او نوتش الابن كان جزء بقى من اقوى تحالف ظهر في ماساي مارا، وحكموا لمده 9 سنين على التوالي. ولما كبر بقى ووصل لعمر الشيخوخه، نوتش 2 كان بيجهز ابنه الاسد سبير بوي علشان يكون خليفته والملك بعده، لكن طبعا كلنا عارفين ايه اللي حصل للاسد الفقر ده. المهم بقى ان كمان اخر شهور في حياة نوتش كان بيقضيهم في التزاوج مع لبؤات مختلفة في قطعان اناث مختلفة، ومفيش احسن من دي نهاية لاي اسد حاكم يختم بيها حياته الدموية الصعبة من غير ما يتقتل او يطرد او يتذبح. ارث نوتش الاب لحد النهاردة منتشر في كل شبر في مارا، وموجود ليه احفاد لحد النهاردة شايلين جيناته، يعني هنلاقي له جينات في قطيع اناث ريفر لاين، وكمان في باراديس برايد، وماجيا فيسي برايد، ورونجاي برايد، وريكيرو برايد، ومارش برايد، وساتلايت برايد، وغيرهم. ولو قعدنا نعد من هنا لبكره مش هيخلصوا. تاريخ تحالف نوتش تاريخ عظيم ما يقلش عظمه عن المابوغو والفرسان الاربعه وبرمنجهام، ده ما كانش بيتفوق عليهم في حته الاشبال والجينات اللي سابها وراه، لدرجه ان احفاد نوتش هم كمان بيكملوا ارثه في البريه، وهم تحالفات عظيمه، منهم تحالف بيسيطر على 6 قطعان مختلفه حاليا. وسؤال حلقه النهارده لصديق الانسان الجميل الحبوب، مين الاسطوره بقى اللي هيعرف اسم التحالف ويكتبه لنا تحت في التعليقات؟ ان شاء الله استنونا في حلقات جايه اقوى وامتع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.